تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم اقتراحاتكم مداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. أذكركم بأرقام التواصل بعد ما أرحب فريق العمل وياي اليوم: في الإعداد حسني البلاونة، في الإخراج ميثا بيات، ومقدمة البرنامج اليوم الدكتورة عاشة البصري. نتطرق لأمور كثيرة اليوم إن شاء الله مثل ما عودناكم. نبتدي بدراستنا لليوم. دراستنا تقول، بس قبل ما أذكر الدراسة أذكركم برقم التواصل ننسي ما ذكرتكم فيها: 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. قبل ما أذكر حتى الدراسة أذكركم يوم الأربعاء إن شاء الله عندنا المسابقة دنتو أورال، بنذكر السؤال بداية الحلقة وإن شاء الله بنستلم رسائلكم من ناحية الإجابة، نشوف الإجابة الصحيحة، القرعة تكون على الفايز الأول والثاني اللي بيحصلون على جوائز قيمة من فيلبس إن شاء الله، بتكون على نهاية البرنامج. نرجع لحلقتنا اليوم اللي هو بنتكلم عن دراسة اليوم اللي هو هي برنامج ذكاء اصطناعي لتحديد سبب بكاء الرضع. طور باحثون أمريكيون وصينيون نظام فريد من نوعه قائم على الذكاء الاصطناعي من شأنه تحديد سبب بكاء الرضيع اللي يصعب على الكثير من حديثات الأمومة فهم سبب صراخ أو بكاء أطفالهن حديثي الولادة، وأكيد ينتابهن القلق والحيرة لعدم قدرتهن على تفسيره بشكل صحيح للاستجابة له على نحو سليم. وأوضح الباحثون في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الولايات المتحدة والرابطة الصينية للأتمتة أن البرنامج قادر على التعرف على أنواع صراخ وبكاء الأطفال والتفرقة بين أشكاله، ليسهل على الأم أو الأب معرفة ما إذا كان الرضيع يبكي لأنه يشعر بالجوع أو يعاني من ألم أو يرقب في تغيير الحفاظ. وأشار الباحثون إلى أن هالبرنامج قد يقلب الموازين سواء داخل المنازل أو في المستشفيات، وهذا الشيء أكيد، ففي حين أن كل طفل له صرخة مميزة إلا أنه توجد سمات مشتركة وشائعة لأنواع البكاء يمكن التمييز بينها، خاصة لأن الأشخاص اللي يكون هذا أول طفل لهم، تكرار البكاء، طريقة البكاء، يعني ما يكون الوالدين عارفين أنه شيء طبيعي ولا لا. معظم الأطفال يكون بسبب الغازات، طبعا يكونون بحديثي الولادة صياحهم أكثر بالليل، فهاي يخلي القلق يزيد عند الأهل. فبهالطريقة بهالبرنامج إن شاء الله، يعني إن شاء الله أسباب وايدة تنعرف، الواحد يعرف من البداية، يعني أساس طفل يعان، أساس يحتاج تغيير حفاظ من الغازات أو من أسباب مرضية. فمعظم الأشخاص اللي يكونون تكون حديثي يعني أول طفل لهم، يعني مع تكرار البكاء الطفل خاصة بالليل أو طول الوقت، مرات ما يعني عدم يعني خبرتهم في تربية الطفل يعني بعدهم، يعني لما يتعودون على هالشيء فبتشوفون أنه دائما يلجؤون إلى الطبيب سواء في الطوارئ أو طبيب الأسرة للكشف على الطفل، ويكون معظم الحالات تكون يكون الطفل طبيعي ما عنده أي مشكلة.
وأشار الباحثون إلى أن هالبرنامج قد يقلب الموازين سواء داخل المنازل أو في المستشفيات، ففي حين أن كل طفل له صرخة مميزة إلا أن توجد سمات مشتركة وشائعة لأنواع البكاء يمكن التمييز بينها. وقال الباحثون مثل اللقاء لكل صرخة إشارات معينة، مشيرين إلى أن الخوارزمية التي طوروها تستطيع تمييز الاختلافات بين الإشارات الصوتية للبكاء أو الصراخ وتحديد ما إذا كانت طبيعية أم غير طبيعية وسببها حتى في البيئات الصاخبة. وأكد الباحثون أن الخوارزمية لن يستفيد منها فقط الوالدين فحسب، بل قد تكون بمثابة أداة قوية في أيدي الأطباء لفهم صراخ الأطفال المرضى، لأن هالشيء يعتبر كتحدي كبير، لأنك بس تسمع صياح ما تسمع يعني سبب. يعني معظم الأطفال إذا اشتكوا من أي شيء أو كان تعبانين جسمهم يعني يألمهم كانوا مرضى، ما الطفل اللغة الوحيدة اللي يستخدمها البكاء، مرات يكون بطريقة صراخ، مرات يكون بطريقة بكاء عادية، مرات حتى خمول شديد يكون. حتى لاحظوا سبحان الله الطفل يوم يصيح يعني صيح يعني تختلف صيحته أو بكاءه من كل يعني كل سبب. يعني يوم يكون بيرقد مرات تلاحظون خاصة الأم اللي بتركز على صيحة أو بكاء طفلها يكون البكاء مختلف شوية أو نبرته شوية تختلف. نفس الشيء بالنسبة إذا كان بالنسبة لي الجوع، يعني معظم الأطفال يعني صياحهم يجوع يتغيير حفاظ يا يكون بسبب مشاكل أو عنده مرض معين، فهالأشياء كلها تختلف سبحان الله. يمكن نبرة بس تحتاج تركيز أكثر، فهالبرنامج إن شاء الله يعني يطلع على أرض الواقع ويكون يعني بيسهل أشياء وايدة سواء للأهل أو حتى للأطباء، لأن سبحان الله يعني الطفل أكثر يعني أكثر شيء يمكن سواء الأهل يحاتون سواء الطبيب يحاتي من ناحية أشياء ثانية بعد تلعب دور مو بس البكاء. بتلاحظ الأم حتى شهية الطفل بتكون وايد أقل إذا كان السبب مرضي أكثر من أنه سبب عادي. ثاني شيء بالنسبة لي يعني ما يهدى على طول، نبرة الصوت بتكون بطريقة كبيرة. بالنسبة لنشاط الطفل، النشاط الطفل بيكون جداً قليل. يعني سبحان الله الطفل نعرفه أن مرض أو تعب من نشاطه من طريقة أكله. بتلاحظون اللي عندهم خاصة الأطفال الحركيين أول ما يكونون تعبانين أو مرضى يعني خمول شديد فيهم، يعني يتلاحظ البيت يكون مختلف تماما. كذلك بالنسبة لي أكلهم يبتدي يقل بقلة كثيرة، مو بأن طبيعته هو طبيعتي يأكل بس أن أقل بكثير عن طبيعته. بس هالجهاز إن شاء الله يعني نقلة نوعية صراحة، لأن خاصة للأطفال طريقة بكائهم الشديدة، طريقة يعني حتى زيارات المستشفى بتقل كثير، خاصة للأهل اللي يكونون الأطفال عندهم يعني أول طفل أو ثاني أو ثالث طفل، بس يكون طريقة بكاء تختلف عن أخوانه اللي قبله، لأن كل طفل بتلاحظ يمكن الأمهات والأباء يلاحظون هالشيء، كل طفل ترى طريقة نموه، طريقة حتى تصرفاته وهو طفل هو صغير يعني تختلف عن الأخوان الباقين. فيمكن الأم بتقول لا عيالي القبليين ما كانوا كذي، صح بس هو طبيعة كل طفل. فننتبه لأشياء معينة خاصة في بكاء الأطفال، إذا كان وايد مستمر الطفل مبطايع ياكل، الطفل خامل طول اليوم بطريقة الواحد ينتبه لها أنه مبطبيعة طفله، فيراجع طبيبه إذا كان البكاء مستمر بهالطريقة أو معاه إسهال أو معاه ترجيع بكمية كبيرة أو نفخة كبيرة في البطن. مستمعينا الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم فقرتنا الثانية. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 6005514114 والرسائل النصية على
4006. حياكم الله. اليوم بتكون فقرتنا التقذوية عن موضوع جدا مهم خاصة للحوامل في أول 3 أشهر. هو يمكن هاي الأعراض تزيد عن 3 أشهر أو تكون مختلفة على حسب حالة السيدة الحامل. في حالات تكون جدا كثيرة، يعني أعراض هالشيء يكون وايد، وفي حالات تكون جدا بسيطة. طبعا هذا كله يعتمد على تغير في نسب الهرمونات النسائية خلال فترة الحمل. اليوم بتكون فقرتنا عن فترة الوحام والتغذية خلال فترة الوحام. طبعا فترة الوحام معظمنا عارفينها أنها هي الفترة الأولى من الحمل، يكون الأعراض فيها معظمها تكون مثل القثيان، قي، تعب في الجسم كامل. وخلال الفترة هذه السيدة تحتاج أن تهتم أكثر بتغذيتها، وهالفترة من نوع من أهم الفترات خلال فترة الحمل، نمو الجنين يكون في بداياته. إن شاء الله بنتكلم عن التغذية خلال فترة الوحام الحين، ويانا الأستاذة لميا مصطفى أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير لميا. صباح الله من نوع. هلا حبيبتي. هلا لميا. لميا، كلنا عارفين أهمية هذه الفترة أول 3 شهور اللي هي فترة الوحام، فممكن تحدثينا أكثر عن التغذية خلال هذه الفترة؟ فترة الوحام هي أصلاً شو هي فترة الوحام؟ فترة الوحام يعني يوم الواحد يكون يتوحم على شيء مثلاً، أو يوم الواحد يصيب الغثيان. أيوة. مبراين يأكل شيء. إذا مبراين يأكل شيء لازم تأخذين شيء على الأقل، يعني لو ما تفكرين تغذيتك انت، فكري تغذيتي الياهل، لان مثل ما تغذيتي الياهل في الفتره اهم مرحله عندنا. صح. شو الاشياء اللي احنا نحاول ان احنا نسويها عشان بس نقلل من هالوحام اللي يصير لنا؟ اول شيء بنزل احنا من اول ما نش الصبح، بس بنش الصبح انا ما بنش، يعني انا من فتحه ما بنش بجلس على طول بقوم بتحرك، لا بنش بتمسك قاعده على الشبريه على الاقل 5 دقائق اقوم بتحرك. ايوه. إنزين، عقب ما قمت أنا شو بسوي شيء ثاني؟ بحاول إني أنا أغير على أمري جو الغرفة، جو الغرفة، الدرايج مسكرة، الباب مسكر، أحاول بهالأشياء إني أنا أغير على أمري جو الغرفة، أفتح الدرايج، أسكر المكيف، أفتح المكيف، أفتح الباب الغرفة عشان بس هو نظيف اللي يطلع إليه مرة ثانية. ممتاز. يعني أشياء ثانية تلعب دور كذلك أنها تخفف هاي الأعراض. تلعب دور وايد، تلعب دور. هي نعم. إنزين. الحين انا خلصت سويت هالشيء، بعدني انا احس بعده اوكي هو ما بيروح عندك نهائيا، هو احنا بس نحاول ان احنا شوي نخفف، يعني نعطيكم نصايح ان شوي تخفف هالاشياء. ايوه. اوكي. الشيء الثالث نحاول احنا يوم بنقوم بنقوم شيء طبيعي احنا متعودين عليه، اول ما نشينا بنحمل الاسنان والفرشه الثانيه. ايوه. اول شيء نسوي غير نوعيه فرشات الاسنان، مش الفرشاه المعجون الاسنان نفسه، مثلا احنا متعودين ان عناء، اشياء الحاره، حاولوا لا تغيرونها على اشياء ابرد. طعم ثاني عشان يمكن هذا يسوي لنا لعقه. بعدين اذا حسنا عمانه لا مو متحملين هذا، نخلي تفريش الاسنان حق بعد ما احنا نتريق. انا اعرف ان هالمرحله وايد صعبه، بس احنا لازم نحاول لنا، مش مرحله صغيره، مش يوم يومين، هي مرحله اقلها 3 شهور اثرها نفسه معاها من اخر الحمل. ايوه صح، وخاصه ان اول فتره والصبح يعني الاعراض اكثر تزيد اول الصبح يوم الشخص تو او الحرمه توها ناشئ. الحين بجلس انا بجلس باكل اشياء فطوري، بجلس باكل فطوري، ما اكل فطور يكون دسم، بيض مقلي، فيها بهارات، فيها فلفل، هذا كله تزيد يعني يصير لك الغثيان كله مره ثانيه. أيوة. انا احاول هالاشياء ان اكلي يكون شوي ناشف، ما يكون فيها وايد بهارات، ما يكون فيها وايد زيوت، ما يكون دسم اكلي عشان اخف على عمري هالشيء. اوكي. احاول انا اكل 3 وجبات في اليوم و3 بين وجبات، ما اكثر في الوجبه. انا جوعانه ما اقدر، انا ما اكل الصبح اللي كسرت الكرامه اللي رجعته، لازم اكل، لا لازم انا اكل كميات بسيطه عشان انا اهيئ المعده، انا قاعده ابدا اكل من اول. ايوه. يعني تكون بأشياء بسيطة وخفيفة والواحد يتعود عليها شوي لين ما يعني يتعود جسمه أكثر. لين ما يتعود جسمه. حتى إحنا نقول أول ما تمشين الصبح قاعدتي أنت على الشبريه مرة 5 دقائق. أيوة. ما تقومين حتى حاول تحطين أنت شبريتك بسكوت ناشف، خبز توست ناشف في بولك إياها قبل حتى ما تقومين من على الشبريه، لأن هذا بعد يهدئ شوي. أيوة. أوكي.
انزين الحين كلت انا وجبتي خلصت منها، ما بيبه انفتح، لان هذا بيرد المريء عندي، بيرد كل الاكل مره ثانيه. فاكون انا افضل شيء اكون قاعده ما لا 10 دقائق لربع ساعه بعد وجبه على طول. يعني هالأشياء بسيطة بس تلعب دور كبير. تلعب دور وايد. زين والشيء الثاني بعد بقول لك اياها، السوائل. قد ما احنا نقول خذوا اكل متوازن، وخذوا عصاير، وخذوا مثلا ماي مع الاكل، كثروا ماي. اي كثري ماي، بس ما تكثرين ماي مع الاكل، لانه هذا بعد بيتعب لك المريء وبترجعينك. أيوة صح. بس في ناس يقول والله انا ما اتحمل الماي، الماي ما اقدر ابلعه. زي الماي ما تقدر تبلعينه، صح؟ انا معاك. حاولي تشوفين غطى الماي ايش كبره، ايش كبره غطى الماي، ما يسوي شيء. كل 5 دقائق حطي لك الارم على تليفونك، كل 5 دقائق خذي لك شاربه بس. من لها أساس ما تكون الكمية كبيرة والوحدة تتعب منها. بالضبط. لميا، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج، خاصة الحوامل اللي في فترة الوحام. مثل ما قلت لك، النصايح هذه له ما بتخوفك عنها، ما بتخوف هي نهائيا، بس احنا نحاول ان احنا نخفف. ايوه مثل ما قلت لك السوائل وايد مهمه، بس مش مع الاكل، بعد الوجبه حاولي كل 5 دقائق تاخذي لك شاربه واحده عشان ما يصير لك جفاف وتتعبين وبعدها ترقدين في الوجبه. ايوه، الا ان السوائل جدا مهمه خلال هالفتره، نحن ما نبغي الحامل انها ينقص من السوائل اللي هي تاخذها وتشربها، اساس ما يكون عندها جفاف ويتعب جسمها. فنفس ما قلتي، كل ما زاد الجفاف كل ما يعني اضطرينا ان نعطيها مغذيات وندخلها المستشفى اساس الجفاف يقل. فالنصايح اللي عطيتيها خلال هذه الفتره، خاصه ان طريقه من اول ما انش، مو بس بالنسبه لي الاكل، يعني حتى طريقه حياتي كيف، يعني من اول ما اصحى كيف يكون، شوي شوي العادات ابتدي اغيرها، لان النفسيه نفس ما يعني صراحه هالشيء جدا جميل انك انت ذكرتيه من البدايه، النفسيه تلعب دور كبير خاصه في هذه الفتره، يعني اول فتره، يعني اول ما انش الصبح، وخاصه هالاعراض معظم الحوامل يمكن لاحظوها اول الصبح، يعني سالفه القثيان، الترجيع، هالاشياء كلها. فهالشيء جدا مهم الواحد يركز عليه خلال هذه الفتره. أستاذة لمية مصطفى، أخصائية التغذية أستاذة لمية مصطفى، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياك الله. الله يحييك. مثل ما ذكرنا، أشياء كثيرة يمكن تكون بسيطة بس لها دور كبير، خاصة في هذه الفترة اللي هي فترة الوحام، اللي هي من أهم الفترات، اللي هي فترة أول 3 شهور من الحمل. مستمعينا، خلال 3 سنوات اللي مرت على تحقيق الاستثمار الأمثل في الأفكار المبتكرة والوسائل والحلول الذكية التشخيصية والعلاجية وغيرها من التقنيات اللي شكلت في تكوينها تحول مهم لانفراد دبي بنموذج صحي عالمي من الطراز الأول، أنهت هيئة الصحة بدبي استعداداتها لدخول سباق الدورة السادسة لبرنامج مسرعات دبي للمستقبل بفكر جديد وطموحات لا حدود لها، وهي تتطلع إلى كل ما يخدم الناس ويحفظ لهم سلامتهم وصحتهم. للحديث عن استعدادات هيئة الصحة للدورة السادسة من برنامج المسرعات، ويانا الدكتورة شذى العجلة، عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة. بالخير والعافية، حياك الله. هلا دكتورة. دكتورة، طبعا الحين إن شاء الله داخلين على الدورة السادسة من برنامج المسرعات. صحيح. فمو احنا بالامس كان اول يوم للدوره واستضفنا الشركات هنا في المسرعات. ممتاز. فممكن تحثينا اكثر عن برنامج مسرعات دبي للمستقبل لهيئه الصحه بدبي، وكيف تم الاستفاده من هالشيء؟ طبعا برنامج مسرعات دبي للمستقبل الهيئه خاضته من بدايته، من يوم انطلق في 2016، قبل 3 سنوات مثل ما ذكرتي. ايوه. والبرنامج هذا يستضيف شركات ويستضيف تقنيات، عبارة عن التقنيات هذه تكون مبتكرة في مجالها، ويعني تكون الأفضل على مستوى العالم عادة يعني. فإحنا طبعا في البداية قبل 3 سنوات
حصلنا شوي يعني نوع من التردد أو استغراب يعني من البعض في الهيئة، لكن الحين استوى شيء معتاد عليه، بالعكس يعني مرحب فيه، وحتى الدكاترة المختصين هم يسألونا يعني متى بتبدون الدورة الجاية، شو الشركات، حتى هم يقترحون علينا بعض الشركات أو تقنيات اللي يحسونها ممكن يستفيدون منها يعني. ممتاز. فبالنسبة لنا تقدرين تقولين مسرعات هو البيئة اللي نحن نجمع فيها الدكاترة أو المختصين اللي عندنا في الهيئة مع التقنيات أو الشركات هذه اللي ممكن تفيدهم أو تنفعهم. فيها التحديات. أو تقدرين بعد تقولين هي، أو تقدرين تقولين هو الوسيلة اللي نحن من خلالها نقدر نختبر التقنيات هذه في الهيئة، فنشوف هل هي مناسبة، هل المرضى بيستفيدون منها، هل الأطباء المختصين في الهيئة يعني بيكون في قيمة من وراء هاي التقنيات ولا لا. أيوة دكتورة شذا، ممكن تلخصين لنا ما تم تحقيقه في الدورات الماضية من برنامج المسرعات؟ الدورات الماضية طبعا كانت عندنا 5 دورات. أيوة. احنا في كل دورة من دورات المسرعات نستضيف عدة تقنيات حديثة، وطبعا نحاول ان احنا نلتقيها بعناية، يعني ان نحاول ان تكون هاي التقنيات هي الافضل، يعني ممتاز. صح تكون مبتكرة وكذا، بس تكون ما موجودة عندنا في الهيئة على الأقل يعني، وتكون يعني الأفضل في مجالها، فبالتالي تكون الأفضل على مستوى العالم تقدرين تقولين. ممتاز. فنحن قبل نهاية كل دورة نحاول إن كل شركة أو كل تقنية نحط لها يعني خطة برنامج أو مشروع تجريبي أو دراسة تجريبية مثلا، فبحيث إن المنتج هذا يحصل فرصة في الهيئة إنه تستد يعني يختبر أو يجرب. فالخطوة هذه وايد مهمة اللي هو المشروع التجريبي، لأن من خلالها نقدر نعرف هل بينفعنا، هل بيلاقي قبول يعني، هل صح. سهل الاستعمال، هل له قيمة، له فاليو يعني عندنا في الهيئة ولا لا. فالحمد لله احنا يعني سوينا عدة مشاريع تجريبية الفترة اللي طافت، ومن المشاريع اللي الحين بتنطلق إن شاء الله تقريبا خلال شهر اللي هو مشروع بوديو. هذا كان مشروع بوديو كان معانا في الدورة الرابعة، هو عبارة عن بود أو كبسولة الواحد ممكن يدخل فيها. أيوة. ويسوي كل الفحوصات الحيوية سواء ممتاز. ضغط، سكر، حتى السكر يستوي بدون برك، يعني ما تحتاجين عينة دم، باللمسة الخارجية يعني. أيوة. ممكن حق مثلا متابعة كل العلامات الحيوية، حتى اللي يبغي يقيس كتلة الدهون والعضلات مثلا اللي نهتمين بهالشيء يقيسونه يوميا. فهالجهاز بيكون متواجد إن شاء الله في عدة جهات في دبي إن شاء الله خلال الشهر القادم، فترقبوا هذا من ضمن المشاريع اللي بنسويها يعني إن شاء الله. دكتورة شذا، شو تحمل أجندة الهيئة من أفكار ومبادرات وأهداف في هذه الدورة اللي هي الدورة السادسة؟ الحين عندنا الدورة السادسة، احنا حاولنا ناخذ شوي بعض المجالات اللي ما تتخذناها من قبل، مثل مجال العيون. أيوة. مجال الصيدلة أو التخزين الذكي للأدوية. ممتاز. فبيكون عندنا 3 شركات إن شاء الله. إن شاء الله. الشركات هذه عندنا شركة أوبتوميد، عبارة عن كاميرا للعين. الكاميرا هذه تسوي فحص دقيق جدا للعين، لكن الحلو فيها أنها هي محمولة يدويا، فغير عن الجهاز اللي متعودين عليه اللي هو الجهاز الثابت. فأنت ممكن شو تنقلين الجهاز هذا في البيت، يمكن في حد ما يقدر يجي المستشفى، فأنت تسوي له الفحص هذا في البيت، سواء كبير في السن أو مثلا التزم بالفراش ما يقدر يتحرك لأي سبب يعني. صح، حتى نقل يكون غير أسهل. من غير أن هالفحص ما بلازم نسوي توسيع لحدقة العين عشان نعمل الفحص هذا. تعرفين توسيع الحدقة هالفحص وايد مزعج، وبعد الناس ما تقدر تسوق وكذا أو تقرأ أو تشوف التليفون. فإن شاء الله بيكون فحص يعني مناسب وكونفينينت يعني حق المرضى إن شاء الله. الشركة الثانية اللي عندنا شركة كونتو، هذه من اليابان، وهي أول شركة يابانية تشارك في المسرعات. فبيكون عندها بات اللي هو اللزقة هذه. اللزقة هاي عبارة عن باتش صغير يتلصق على الصدر، يقيس كل العلامات الحيوية، سواء معدل نبضات القلب، معدل التنفس، حتى تخطيط القلب يعني.
ممتاز. لكن المميز فيه انه هو صغير جدا وخفيف مقارنة بالأشياء الثانية. بالامثال يعني، هي أيوة فوايد خفيف على المريض وما في ازعاج، حتى ممكن نسوي تخطيط القلب بدون الاسلاك، تعرفين جهاز الهولتر أيوة هذا ياخذ وقته وكمي هي وكبير، فيكون أسهل إذا كل ما كان صغار سهل ممكن. بالضبط، سهل ومريح يعني، بحيث انه ممكن حتى الرياضيين يلصقون كذا قطعة صغيرة ممتاز. على الصدر هي يمكن حد منها انش وما يفتكرون فيها، خلاص تقيس كل العلامات هذه. فهذه الشركة الثانية، الشركة الثالثة اللي عندنا الله يسلمك اسمها باختصار لو ميكروفارم سمحتي من دكتورة، فرنسا، لأن الوقت أسعفنا، باختصار هذه دكتورة آخر اسمها ايه؟ شركة من فرنسا، وإن شاء الله بتساعدنا في تسوينة مثل إدارة كاملة حق الصيدلية، وفيها AI اللي هو الذكاء الاصطناعي ممتاز، وروبوت، بحيث إنه يكون تخزين وفرد الأدوية وهالأشياء سهل وبدقة وطريقة جديدة كذلك، يعني. أيوة وبدقة. دكتورة شذا العجلة عضو فريق المستقبل بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. الله يسلمك، حياك شكرا الله، دكتورة على معك تغطيتك. شكرا حياك الله، شكرا. مستمعينا الأعزاء، هذه بخصوص استعدادات الهيئة للدورة السادسة من برنامج المسرعات. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. فقرتنا اليوم الثالثة فقرة جدا مهمة، بنتكلم عن عيادات صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي والخدمات اللي تقدمها هذه العيادات. تعد هي عيادة صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي من العيادات المهمة اللي تلعب دور كبير في تعزيز صحة الطفل ونشر الوعي والتثقيف الصحي لدى الأمهات بالطرق الصحيحة لرعاية وحماية الأطفال من الأمراض المحتملة. للحديث عن هالعيادة يسمى أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور هيثم محمد، أخصائي أمراض الأطفال بقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور هيثم. أهلا، صباح الخير دكتور عائشة. أهلا دكتور هيثم. دكتور، كنا عارفين بخصوص فترة الطفل الأولى من الولادة إلى السنوات الأولى، اللي نحن نتكلم أكثر ونركز على عيادات صحة الطفل اللي بتغطي سن معين من أهم السنوات اللي الطفل يحتاج متابعة مستمرة، سواء من ناحية التطعيمات، سواء من ناحية النمو، من ناحية أشياء كثيرة. فهي هاي الفترة اللي تهتم فيها عيادات صحة الطفل، فممكن تعطينا فكرة عامة عن عيادة صحة الطفل اللي تقدمها لفئة الأطفال؟ فعلا عيادات صحة الطفل بيقدم خدمات مهمة للأطفال في الفترة الأولى من حياتهم، مباشرة من بعد خروجهم من مستشفى الولادة لغاية عمر 5 أو 6 سنوات. الأطفال بعد ما بيخرجوا من أمهاتهم بالسلامة من المستشفى بعد الولادة بيرجعوا عيادات صحة الطفل عشان الفحص حديث الولادة، متابعة الصفرة لحديث الولادة، وطبعا مساعدة تشجيع الرضاعة الطبيعية، وعمل اختبار السمع للأطفال اللي لم يتم عمل فحص السمع لهم أثناء فترة مكوثهم في المستشفى بعد الولادة. فحص حديث الولادة ده عبارة عن تحليل دم، بيتاخد بضع قطرات من كعب القدم للطفل على من خلال الممرضة في صحة الطفل، ويتم إرساله للمختبرات لفحص عدد كبير من الأمراض الوراثية والاستقلابية الخطيرة، اللي هي ممكن تكون نادرة في نادرة الفحوص ولكنها خطيرة جدا إذا تركت بدون كشف مبكر وانتظرنا حتى تظهر الأعراض، فبالتالي هيكون أدت إلى مشاكل كثيرة ومضاعفات شديدة قد تؤدي إلى حدوث إعاقة وبعض الأحوال لا قدر الله إلى الوفاة. ويتم فحص الأطفال لأكثر من 50 من الأمراض الوراثية والاستقلابية، نعم، والاضطراب الهرمونات وخلافه. فحص الصفراء لحديث الولادة برضه تماما بعد الولادة مباشرة بعد خروج الطفل ومراجعته للعيادة، بيتم التأكد عن طريق فحص
جهاز فحص الصفراء عن طريق الجلد. أيوة. للطفل لمتابعة الصفراء، طبعا معروف أن الصفراء من الأشياء المواد اللي بتحصل ارتفاع في الصفراء في خلال فترة الولادة، قد تكون عوامل طبيعية وقد تكون عوامل مرضية صفراء. مرضية تؤدي إلى ارتفاع شديد، قد تؤدي لا قدر الله إلى أن توصل الصفراء إلى المخ وتؤثر على لم قشرة المخ، تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الإعاقة الحركية، تخلف العقل أو لا قدر الله. بالتالي مهم جدا فحص الصفراء تقوم بعيادات صحة الطفل من مباشرة في خلال دائما يكون خلال الأسبوعين بعد الولادة. أيوة. حتى نطمن أن الطفل وصل للمعدل الطبيعي وبالتالي انتهت المشكلة بإذن الله. اختبار السمع دي من الخدمات اللي هي يعتبر نسبيا حديثة في عيادات صحة الطفل، يمكن خلال بعد من سنتين تقريبا بدأ استحداثها في غالبا بيتم عمل فحص السمع للأطفال عند الولادة في المستشفى. بعض الأطفال اللي بيولدوا خاصة في المستشفيات الخاصة ما بيتمش، قد لا يتم عمل فحص السمع لهم أو فيتم عمل اختبار السمع عن طريق جهاز بسيط، واختبار بسيط يتم خلال دقائق معدودة والنتيجة تظهر مباشرة بعد الفحص إن شاء الله، إما أن الفحص سليم وبالتالي يتم تطمين الأهل، أو أن الفحص غير سليم مبدئيا يتم تحويله إلى عيادات مختصة لعيادة الفحص السمع والاتزان في مستشفى دبي لعمل اختبارات أكثر دقة للتأكد من السمع. أيوة. يعني شيئين، يعني الأشياء كلها جدا مهمة صراحة، من بداية فحص حديثي الولادة، فحص الصفراء وفحص السمع، يعني خاصة في أيام الطفل الأولى، يعني الواحد يكتشف أن عنده هذه المشاكل ويحاول يساعد فيها أساس ما تنتكس الحالة أكثر، خاصة في هذه الفترات، يعني أول فترة من أيام الطفل. دكتور هيثم، فمستمعينا يعني جدا هالخدمات كثيرة، فأول ما تولد السيدة يمكن إذا كانت في مستشفيات حكومية بيدلونها أنها ترجع للعيادات صحة الطفل اللي هي موجودة في عنا في المراكز الصحية، جميع المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي، عنا عيادات متخصصة اسمها عيادات صحة الطفل. عيادات صحة الطفل تهتم بمتابعة حالات الأطفال اللي تكون الحالات الطبيعية، يعني من البداية تكون نفس ما حدثنا الدكتور هيثم اللي هو فحص حديثي الولادة، هذا جدا من الفحوصات اللي جدا جدا مهمة، يغطي أمراض وراثية كثيرة يمكن الطفل ما يطلع عليه أي عارض أو أي شيء خلال الفترات الأولى من أيامه، بس خلال يعني في أمراض وراثية تطلع مع الوقت، يوم يبتدي الطفل يأكل تدخل أكلات معينة في حياته فتطلع أعراض هذه الأمراض الوراثية، فهذه التحاليل كلها تساعد أن تفهم الأهل وتعرف الأهل بالمشاكل اللي عند الطفل وهو حديث في الولادة. كذلك فحص السمع، نحن عارفين السمع من أهم يعني الحمد لله كل حواسنا مهمة، السمع سبحان الله يعني الطفل يمكن الأهل ما يلاحظون عليه إذا هو يسمع ولا لا، خاصة في الفترات الأولى لأن الطفل يعني ما بيتعرف فين، وحتى يوم يبتدي يكبر يصير المدرسة، في أطفال كثيرة عن طريق المدرسة أو بعد ما درس ابتدوا الأهل يلاحظون أو اللي حواليه يلاحظون أن لا يعني في مشكلة في الطفل لأنه بيتكلم عادي، أو مرات يكون حتى من ناحية الكلام يتأخر الطفل في الكلام لأنه ما يسمع، فما بيعرف أصلا من ناحية يقدر ما بيعرف الكلمات أصلا عشان يتعود عليها. دكتور هيثم انقطع الخط ويانا، اهلا دكتور. دكتور تحدثنا عن فحص حديثي الولادة وفحص الصفراء وفحص السمع، بالنسبة فحص حديثي الولادة من أي سن لأي سن؟ لأن صراحة هذا الفحص من أهم الفحوصات اللي يعني يحتاجها الطفل الرضيع. فعلا هو بيتم الفحص بعد مرور 48 ساعة من العمر الطفل، بعد ما يكون بدأ يرضع وأخذ على الأقل 3 رضعات مشبعة، بعد كده بيتم الفحص. احنا بنعمل الفحص ده للأطفال حتى عمر شهرين، لين عمر شهرين. أيوة.
في أي وقت بيرجعنا الطفل ما يكونش عمل الفحص لغاية عمر شهرين بنسحب له التحليل وبنرسله. دكتور هيثم، طبعا أنتم خلال هذه الفحوصات أكيد تطرقون مثل احنا ما نقولها أن سكرينينج ونشيك على الطفل الصحيح، ففي أشياء وايدة يتم الكشف عنها مبكر، منها التأخر النمائي عند الأطفال، فممكن تحدثنا أكثر عن أهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي؟ فعلا ده من الأشياء، من الأهداف المهمة للعيادة صحة الطفل، هي متابعة التطور زي متابعة النمو. التطور النمائي المقصود به هو اكتساب الطفل للمهارات المختلفة في الحياة لتؤهله أنه يعتمد على نفسه. طبعا الطفل بيبقى مولود معتمد تماما على الأهل في كل شيء، بالتدريج بيكتسب مهارات الحياة وبيبدأ اعتماده على نفسه. المهارات التطور النمائي زي مثلا الطفل انه يقدر يسند راسه، انه يجلس، انه هو يقف، انه يتحرك، انه يمسك الاشياء، انه يتكلم، يتواصل مع الناس، يبدأ يمارس اجتماعيا، يبتسم، يلتفت للاشخاص اللي حواليه، يبدأ يبادر لتكوين علاقة معهم، كل دي يسميها تطور نمائي. اي مشكلة تحدث في فترة الطفولة تؤثر على الطفل ان هو على اكتساب الطفل المهارات دي بنسميها بتؤدي الى الاعاقه النمائيه او تاخر التطور النمائي. وفي صحه نعم دكتور، فاحنا في عياده الطفل بنعتمد حسب التوصيات العالميه ان احنا بنعمل فحص للتطور النمائي عن طريق استخدام اداه معتمده للتطور النمائي. يعني الاداه دي عباره عن استبيان بيملي الأهل، عبارة عن أسئلة بتسأل عن التطور النمائي اللي وصل له الطفل، وبالتالي بنكتشف من خلال الأداة دي إذا كان الطفل في بينمو أو بيتطور بالمعدل الطبيعي لأقران والأطفال اللي في عمره، أو إن هو متأخر عنهم بدرجة من الدرجات، وبالتالي بيخضع لفحص أكثر دقة، وإذا كان يحتاج المساعدة بنحوله إلى المختصين. أيوة. بالنسبة للأداة اللي تستخدمونها هي تكون كأسئلة وأجوبة بالنسبة للأهل، صح؟ يعني تكون بالضبط كده، عبارة عن استبيان بنعطي للأهل عشان يملوه بأثناء انتظارهم في عيادة صحة الطفل، وبناء عليه الممرضة أو الطبيب الموجود بيقدر يتعرف من خلال الأجوبة على إذا كان التطور النمائي في المعدل الطبيعي أو بيحتاج إلى فحص تاني في أدوات أكثر دقة، أو مقابلة مع الطبيب عشان يستكشف الأمور أكثر وأكثر إذا في شيء خلل كان في الأداء أو الدرجة اللي رصدت الأداء كانت كبيرة. بالضبط، حسب الدرجة اللي حصل عليها من نتيجة فدكتور شو توصي الأهل أول ما يعني يبتدون يحلون أو يكتبون في هذه الأداة أو يجاوبون على الأسئلة اللي فيها، لأن هاي الأسئلة جدا مهمة. فعلا الأهل لازم ياخدوا وقت كافي ولازم يجاوبوا على الأسئلة بدقة، والأشياء اللي مش واضحة لازم يسألوا عنها الطاقم الطبي المريضة أو الطبيب الموجود إذا كان الأسئلة مش واضحة بالنسبة لهم، ولازم يتحروا بدقة في الإجابة وما يتسرعوش بأنهم يجاوبوا أي أسئلة عشان مثلا ضيق الوقت، أو أنهم عايزين يخلصوا العيادة ويمشوا، أو أنه حاسين أن الأسئلة كثيرة أو مكررة. يعني الأسئلة بتبقى بسيطة وبتاخدش وقت كتير، يعني ضرب دقائق ممكن 5 دقائق أو 10 دقائق على الأكثر، يعني عشان يمل الأهل عشان يكملوا. وحتى لو دكتور كانت أكثر يعني 15 أو نص ساعة، يعني الواحد بالنسبة لمرات الواحد يشوف الورقة في باله أشياء بسيطة وعادي، بس لا يعني يعتمد عليها أشياء كثيرة تخص الطفل، وهاي يعني دراسات كبيرة على هذا السيرفي أو هذه الأداة، يعني أساس جديد نعتمد عليها. فعلا الأدوات دي عشان تبقى معتمدة من الهيئات الدولية بتاخد وقت طويل، ويتم مراجعتها وتحليل الأسئلة والإجابات لفترة طويلة لغاية لحين نوصل لأنه الأسئلة دي فعلا تكشف المشكلة في الأعمار دي. توصيات جمعية الطب الأمريكية أنه يتم الفحص في عمر 9 أشهر، أيوة 18 شهر و24 إلى 30 شهر.
دكتور طبعا كنا عارفين دور عيادة الطفل صحة عيادة صحة الطفل في برنامج التطعيمات الوطني وأهمية هذا البرنامج وخاصة التطعيم في هذا السن. يمكن ناس وايد تتخوف من التطعيم أو في كلام كثير عن التطعيم، بس هذا من أهم الأشياء اللي بوجود في صحة الطفل لوقاية الأطفال خلال هالفترة. فممكن تحدثنا أكثر عن أهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض؟ فعلا التطعيمات من الأشياء المهمة جدا والأساسية في الحماية من الأمراض المختلفة. التطعيمات بتبقى ضد لسة من الأمراض الخطيرة اللي احنا كنا معتادين في فترات ماضية من الزمن ان هي تبقى موجودة وتسبب مشكلات كثيرة وتسبب أمراض ووبائيات حول العالم وتؤدي للوفاة في أعمار مختلفة خاصة في الأطفال وبنسب كبيرة جدا. الحمد لله بفضل الله وبفضل التطعيمات تم القضاء على كثير من الأمراض وما الحمد لله تم السيطرة على الأمراض دي وما عدناش بنشوفها، برغم أن البكتيريا المسببة ما زالت موجودة حولنا وما زال الخطر موجود، بس احنا ما بنشوفش المشكلة لانه الحمد لله نسبة التطعيم بيحمي الطفل نفسه وبيحمي المجتمع من حواليه. كل ما بنطعم عدد اكبر من الاطفال فهم بنفسهم ما بيقولوش مصدر للعدوى للاشخاص الاخرين. في بعض الاطفال او الناس اللي هم عندهم مشاكل في المناعة او فيهم اسباب وتعتبر نسبة بسيطة جدا من الناس اللي هم ما نقدرش نديهم التطعيمات، مثلا زي تطعيم الحصبة للناس اللي عندهم نقص في المناعة او رام ياخدوا علاج كيماوي ولا قدر الله، دول بيبقوا محميين بحماية المجتمع اللي حواليهم مطعم ضد الأمراض دي ما يكونش مصدر عدوى بالنسبة لهم. أيوة، وها شيء جدا مهم. دكتور هيثم، كلمة أخيرة توجهها للمستمعين. أنا بحب أكد على الأفكار الأساسية بتاعت صحة الطفل. صحة الطفل معنية بالوقاية، بحماية الأطفال من الأمراض اللي هي لسه ما ظهرتش عليهم. لازم تبقى المبادرة الأساسية المتابعة إن احنا نكتشف الأشياء مبكرا أفضل من إن احنا ننتظر لحد ما تظهر المشكلة وبعدين ندور على الحل. غالبا تبقى التكلفة أعلى، تبقى المضاعفات أكثر. بالتالي دايما القاعدة الذهبية الوقاية خير من العلاج. دكتور هيثم محمد أخصائي أمراض الأطفال بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. شكرا دكتور. شكرا. عندنا مداخلة عن طريق رسالة نصية من بوبو رعي. السلام عليكم. ذبذبات صوت بكاء الطفل، حسب علمي عرف الأبوين أن الطفل ماذا يريد وما يشكو وما علاجه. وشكرا. على حسب إذا كانوا يعني بداية أول طفل لهم فشوية بيلقون صعوبة لأنهم ما متعودين، يعني مع الوقت تبتدي الأم أو الوالد يبتدون يتعرفون أكثر وأكثر على نبرات بكاء الصوت، بس أول فترة طبعا بتكون صعوبة لأنه يعني شيء جديد عليهم. هذه المداخلة من بوبو رعي. شكرا بوبو رعي. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نلقاكم إن شاء الله باكر، بس قبل ما نسلم عليكم أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا لقفلي، في الإخراج ميثبيات، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.